هذا الدعاء لإزالة الهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعلمه، والذي لم يتعلمه بعد قد جنى على نفسه أعظم الجنايات، وجعل الهم يسكن قلبه، والفرج يبعد، والفرح يبعد، والغم يسكن. ما هو هذا؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، نور صدري، جلاء غمي أو همي وذهاب غمي، وكل هذا جائز. قال الحبيب: من قالها إلا أبدل الله همه فرحا. وفي رواية: فرجا. قالوا: يا رسول الله نتعلمها؟ قال: وحق على كل من استمع إليها أن يتعلمها.